طبعا سلمى، فقرتنا الاولى الفقره الطبيه رح نحكي بالتفصيل عن مرض يمكن كثير شائع عند الاطفال، بصيبهم بالدوار واحيانا عدم التوازن. كثير من الاشخاص ما بيعرفوا، او حتى الامهات بيكون عندهم شويه يمكن جهل، او يمكن ما بينتبهوا انه ممكن يكون التهاب اذن وسطى. كثير من التفاصيل رح نحكيها ضمن فقرتنا الطبيه لليوم مع الدكتور معروف الموصلي، اختصاصي بامراض الاطفال. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يا هلا، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يا هلا، صباح الخير. يعني يمكن البدايه دائما مع الاطفال اللي بينصابوا بالاذن الوسطى هو صعوبه تشخيص المرض، لانه الاعراض يمكن عند الكبار بيكون كثير واضحه لما مثلا حدا بيدوخ او بيصير معه ديوار، بس عند الاطفال هي بيكون مشكله شوي الواحد يلاحظها. كيف ممكن نكتشف بالبدايه انه الطفل معه التهاب اذن وسطى؟ حقيقة شكرا على السؤال والحلقة. إن شاء الله موضوع التهاب الأذن الوسطى فعلا من أشيع أمراض التهاب الأذن عند الأطفال عموما. الطفل ما بيعاني من دوار بشكل أساسي، الأعراض الأساسية على الأطفال هو إما الحرارة المرتفعة والشديدة جدا أو الألم الشديد. هدول أهم عرضين بيعاني منهم الطفل اللي عنده التهاب الأذن الوسطى. نعم دكتور، خلينا نحكي بالبداية، أمتى بيكون أكثر الأطفال عرضة للإصابة بمرض الأذن الوسطى، وكيف فينا نبدأ العلاج؟ هلأ التهاب الأذن الوسطى له أسباب كثيرة، طبعاً هي غالبيتها التهابات جرثومية. أكثر العوامل اللي بتساعد على التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال هو ما بعد الإصابة بالرشح. الرشح البسيط بيؤدي إلى يعني في حالة احتقانية وزكامية شديدة، بيسمح لتكاثر الجراثيم، انغلاق بمجاري نجرة التهوية اللي بنسميه نحن نفير أوستاش. فهذا بيساعد على تكاثر الجراثيم وإصابة الطفل بالالتهاب بالالتهاب الأذن الوسطى. نعم، طيب. هلأ العوامل الثانية اللي بنشوفها كمان هن الأطفال اللي عندهم تربة تحسسية شديدة. كمان هدول الأطفال مؤهبين للإصابة بشكل متكرر بالتهابات الأذن الوسطى، خاصة إذا ترافقت مع ضخامة بالناميات. طيب دكتور، إمتى لازم تبلش الأم الفحوصات بما يخص هذا الموضوع؟ هل بعد مثلا إصابته بمرض أو بزكام بنبلش بالراقب الحالة إذا في خليني أقول شيء تأثر على الأذن، ولا لا لازم هذا دائما بشكل دوري تنفحص؟ خلينا هلا التهاب الفحص الدوري للأذن، لا مو هيك الموضوع، هو جزء من الفحص الدوري للطفل بشكل عام، ولكن خلينا نقول انه التهاب الاذن الوسطى مو دائما هو اصابه جرثوميه التهابيه بتعمل حراره والم، احيانا بتكون التهاب اذن وسطى مصلي تجمع سوائل بالاذن، فهدول حالتين شوي مختلفتين. الاصابه الجرثوميه اللي بتعمل الم وحراره هي اصابه حاده بتجيك الام اما بالم شديد واما حراره شديده بغض النظر عن عمر الطفل، سواء عمره اشهر او عمره بالسنوات. وهي بنكتشفها بالفحص المباشر خلال يعني مباشره بشكل يعني لما بتجي الام بهالشكايه. اما التهاب الاذن الوسطى المصلي ممكن يجيك الطفل بشكايه نقص السمع او تاخر نطق، لانه بالفتره الماضيه كان سمعه سيء، هي بنحكي بالاعمار اللي تحت السنتين. احيانا ممكن بيجي يعني لها عرض. دكتور ما تكتشف الام اذا هو بيعمل نقص سمع؟ غالبا مو مكتشفين الام اذا كان من نمط التهاب الاذن المصلي او المائي، غالبا ما بيكون عرضي، بيكون الطفل عايش حياته الطبيعيه ومرتاح، وبنكتشفه بالصدفه اثناء الفحص العام، بيكون جاي لمشكله هضميه مثلا. نعم. فنحن بنفحص كل شيء، اثناء فحص الاذن بنلاقي انه في عندنا بنسميها بالعاميه مي ورا الاذن، ورا غشاء الطبل يعني، او ما يسمى بالاذن الوسطى. هي بنكتشفها بالصدفه، او بيجيك الطفل بشكايه انه نقص السمع أو بألم أحيانا إذا كانت كمية السوائل كبيرة. تمام. هلا دكتور، كثير من الأمهات بتسأل وين ممكن يودينا التهاب الأذن الوسطى؟ وين عوامل الخطورة فيه؟ إذا قلنا في حال اكتشفناه بشكل مبكر، وأيضا في حال يعني ما انتبهت الأم وأدى لنقص سماع، ضعف بالنطق وإلى آخره. تمام. هلا الالتهاب الأذن الوسطى الحاد الجرثومي هو حالة التهابية لازم تتعالج بالنهاية. أكيد. لأنه إذا ما تعالجت فالجرثوم حينتشر لمكان ثاني ويعمل مشكلة كبيرة. أما بالنسبة فهون أهمية العلاج طبعا، أنت عم تعالج طفل مصاب بحالة مرضية مثل أي التهاب ثاني مثل التهاب اللوزات مثلا. أما الالتهاب المصلي لا، ضروري جدا يتعالج ويتراقب. علاجه عند الأطفال مزعج شوي، بياخذ وقت طويل. الزمن كفيل دائما بتحسين حالة التجمع السوائل عند الطفل بالأذن الوسطى. نترك موضوع فغر الأذن، فغر غشاء الطبل، انه نحن نتخلص من السوائل من خلال عمل جراحي. احيانا بنضطر لاستئصال الناميات لحتى نريح نفير أوستاش اللي هو ضروري لتهوية الأذن الوسطى. فاذا ما تعالج الموضوع هذا مع الزمن نحن ممكن نأثر كثير على سمع الطفل.
هي اكثر عرض ممكن يتعرض له الطفل. نعم. هو نص السمع. يعني اذا كان بالاعمار تحت السنتين فرح ياثر على الكلام كونه هو مرحله تعلم الكلام. اذا كان بالاصل الطفل بيحكي فسمعه هو اللي حيتاثر. اما موضوع الدوار هو مرحله كثير متقدمه اذا صار في اصابه بالاذن العصبيه، الاذن الداخليه، هذا موضوع ثاني. نعم. طيب دكتور، يمكن اكثر الناس بتسال حتى انه بما يخص تنظيف الاذن مثل ما قلت، لما بينثقب احيانا هذا الشيء ممكن ياثر معه على كبار ولا لا؟ لانه طفل ممكن ترميم الغشاء الطبل بيكون اسهل. حقسم السؤال لشقين اذا تسمحي لي. هلا انثقاب غشاء الطبل موضوع اخر، ممكن يكون نتيجه رد مثلا او نتيجه رد صوتي، صوت عالي جدا مثلا، او رد مباشر على الاذن لا سمح الله. وموضوع الترميم الذاتي طبعا هو الاساس الا اذا كان الانثقاب كثير كبير، وهون نحن اكيد يعني اخصائي الاذن والحنجره هو المسؤول عن هذا الموضوع. احيانا تجمع السوائل القيحيه او المائيه بالاذن الوسطى اذا كانت كميتها كثير كبيره ممكن يصير الانثقاب صغير والاذن تريح حالها بنسميها ويطلع القيح لبرا. وبهالحاله نحن بعد ما نعالج الالتهاب كمان غالبا بيكون الثقب صغير وكمان برمم ذاته. اما موضوع تنظيف الاذن من الماده السملاخيه اللي هي بتنفذ بشكل طبيعي ولها دور كثير مهم، في جدل انه نحن نستخدم الاعواد التنظيف ولا ما نستخدمها. انا شخصيا لا، مع تنظيف الاذن بس مو بشكل يعني هوسي، مو بشكل دائم، وبحذر وبهدوء، وفقط عند يعني مدخل مجرى السمع فقط، يعني من المنطقة الظاهرة الواضحة للأم للعيان، ما ندخل لجوا، مو لأنه نحن حنأذي غشاء الطبل، لأنه غشاء الطبل بعيد شوي، مو بهالقرب اللي نحن بنتخيله، ولكن نحن ممكن بالخطأ نراكم المفرق، نطلع جزء من الصملاخ مع الزمن ياما جاينا أطفال نفحص الأذن تبعهم نلاقي في سدادة صملاخية كثير كبيرة، وغالبا بيكون سببها هو سوء استخدام يعني عيدان التنظيف، لانه هي الام بتكون عم بتنظف جزء وعم تدفع الجزء الثاني لجوا، فمع الزمن عم يتراكموا. وتنظيف السداد السملاخية احيانا بيكون مزعج اذا كانت كبيره او قاسيه، وكمان هون بنستعين باخصائي الاذن والانف والجروح. تمام. كثير من الامهات كمان دكتور بيحطوا قطن باذنين الولد لما بده يتحمم او لما بدهم يحمموا، وبيشوفوا انه هي عاده صحيه كثير صح لحتى تحميها من المي. خلينا نحكي اول شيء عن هي العاده، هل هي صح فعلا مثل ما عم تتصرف هي الام، وشو هي العادات يلي انت بتنصح فيها دكتور؟ يعني خلينا نحن نضل بنطاق الوقايه قبل ما نفوت بالعلاج. تمام. لا حقيقه هي عاده خاطئه، انه انا كل ما طفل بده يتحمم بدي اسكر له اذنه، بتصور مو مقبول حتى منطقيا، لانه انا الطفل لما بده يسبح ما رح اسكر له اذنه، يعني هذا مو هيك. نحن بننصح بعدم دخول الماء اثناء الاستحمام او منع السباحه فقط بحاله التهاب الاذن الحاد. تمام. الجرثومي الحاد، طفل مريض، فهون ممكن يكون غشاء الطبل فيه ثقب صغير ودخول السوائل لجوا كمان حيزيد المشكله. اما بالانسان الطبيعي طفل كبير صغير فدخول المي ما هو ابدا سبب لتجمع السوائل او لالتهاب الاذن نهائيا، ما له علاقه بالموضوع ابدا. اسباب التهاب الاذن حكينا بشكل اساسي هو تعرض الطفل للحالات الرشحيه او بشكل عام اذا كان عنده تربه تحسسيه شديده. الوقاية الأساسية ممكن برد، كمان في نقطة بكرة جايين على فصل الشتاء، البرد الشديد ممكن يضعف شوي المناعة ويأثر على موضوع الأذن. ما في وقاية بشكل كامل إلا لما بيكون الطفل عنده فعلا مشكلة تحسسية. أما لما تكون المشكلة هي رشحية بسيطة فهون ما في وقاية، معالجة الرشح بالأدوية اللطيفة، للأسف الرشح ما له علاج. اما الحاله التحسسيه وضخامه الناميات اذا كانت كثير كبيره، او حتى ضخامه اللوزات اذا كان الدرجه الرابعه الخامسه وعم تؤدي الى التهاب اذن متكرر، فهون العلاج هو بيكون بالاستئصال بالاضافه للمعالجه التحسسيه الشديده. تمام. نعم دكتور، يعني بعض خليني اقول انواع العلاجات بيكون عند الاشخاص اللي عندهم تحسسيه، القطره الانفيه، الغسول الانفي، هل الغسول الانفي ممكن يعمل تراكمات او ينزل على الاذن او شيء او لا؟ لا نهائيا لا. الغسول الانفي عم نحكي نحن عن السيروم الملحي بتقصدي، بتصور غير الموضوع مضادات الاحتقان والكورتيزونات. ايه لا، الغسول الانفي عند الاطفال، عند الناس اللي عندهم يعني مفرزات تحسسيه، لا هو جزء من العلاج، ما له علاقه بهذا الموضوع. الشيء بالشيء يذكر، بس هي حاله نادره ممكن نشوفها عند البيبيات الصغار اللي عندهم ارضاع، يعني سواء ارضاع طبيعي او صناعي، ممكن يترافع عندهم هذا الموضوع بالتهاب اذن بحالتين، اذا كان عنده ارجاع او ما يسمى بالقلس المعدي المريئي بكميات كبيره للحليب عم ترجع للمريء، ممكن توصل للبلعوم
وبالتالي تاثر على نفير اوستاش وبتساهم بالتهاب الاذن الوسطى عند البيبيات الصغار، او اللي عندهم ارضاع صناعي بالبيبرونه كمان اذا كانت وضعيه الارضاع بالاستلقاء دائما احيانا ممكن تاهب او تزيد احتمال اصابه البيبي بالتهاب الاذن الوسطى. تمام. هلا الشيء اللي بنشوفه كثير دكتور انه الطفل يمكن تحت السنتين هو عاجز انه يعبر عن مناطق الالم او شو عم يشعر، ممكن ياشر بالاشاره اذا كان يعني كثير نحن مناحه وحابين نعرف انه شو صاير معه، اما بعد 3 سنين ممكن نحن نفهم ويقول اذني عم تجعني. فبهي الحاله يعني المؤشرات يلي ممكن الام تنتبه لها تحت عمر السنتين او حتى مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي البيبيات يعني اعمار كثير صغيره، الصراخ المستمر ممكن البكاء يكون او كيف؟ العرض الاساسي هو البكاء مع طبعا الحراره اذا كانت الحاله التهابيه شديده. البكاء طبعا والصراخ الشديد، الالم، طفل بكاء المي، يعني بيجيك الطفل يعني بتقلك الام مو هيك بيبكي بالعاده، هذا بكاء شخص متالم جدا. فممكن طبعا مو شرط دائما تكون هي المشكله هي التهاب الاذن، بس هي واحده من الامراض اللي ممكن تؤدي الى الم شديد جدا عند الاطفال يعني الصغار. هون الدكتور بده يفحص كل شيء بالطفل ليقدر اهم ما يميز اختصاص طب الاطفال انه الطبيب انه عم يتعامل مع شخص لا يتكلم أكيد بشكل عام، او اذا كان طفل كبير وعم بيحكي مو دائما بيعبر بشكل صح. فهذا من صعوبات الاختصاص تبعنا، وطبيب الاطفال هو طبيب لازم يفحص كل شيء تقريبا. نعم. ولازم يكون عنده المام بكل هالامراض هي. نعم. دكتور خلينا نحكي عن العلاج، يعني حكيت عن انواع او نوعين تقريبا من التهاب الاذن الوسطى الجرثومي والمصلي. خلينا نحكي عن انواع العلاج بشكل مختصر وسريع. الالتهابات الجرثوميه دائما لازم نستخدم فيها الصادات الحيويه ما يسمى بالانتيبيوتكس، بالعاميه بيقولوا له دواء الالتهاب، وانا يعني هذا في تحفظ على هالمصطلح. دائما العلاج الاساسي هو الصاد الحيوي المناسب اللي بيرتقيه الطبيب. احيانا بتكون في عنا جراثيم معنده، التهاب اذن متكرر، خاصه اذا في نزف قيحي لبرا، ممكن نلجا لشيء اسمه مسحه وزرع. ناخذ عينه من القيح وبينزرع، وممكن نحدد بهالطريقه نوع الجرثوم والدواء الالتهاب المناسب اكثر. نلجا لهالموضوع عاده مو من اول مره، فقط اذا كان فعلا في نكس او عدم استجابه على العلاج. اما بالنسبه للاصابات الاذن المصليه في جدل كثير كبير على علاجها. غالب الادويه المستخدمه هي مضادات تحسس، البعض بيلجا احيانا لحالات المخاط ممكن تساعد شوي، تمارين النفخ وزياده الضغط ضمن التجاويف. مع الانتباه حكينا انه اذا في ضخامه كثير شديده بالناميات او كثير شديده باللوزات بتكون هي الجزء من العلاج. عند الاطفال احنا بننصح بالانتظار لحد 6 اشهر اذا ما كان في عندي تاثير على السمع. هذا الشيء بيتراقب من خلال ما يسمى بتخطيط المعوقة. إذا كانت الإصابة بسيطة ممكن ننطر لحد 6 شهور مع المعالجة. أما إذا الإصابة شديدة وفشل المعالجة خلال أسابيع فالحل دائما هو الجراحي للأسف، من خلال ما يسمى بفغر غشاء الطبل. يعني بشكل بسيط وضع أنبوب بسيط على ضمن الغشاء بفرغ هالسوائل وبينترك مدة 6 شهور لسنة بيطلع لحاله مع الوقت. طبعا هون كمان بالاستعانة بطبيب الأذن والأنف. نعم دكتور، يعني شفنا كثير حالات من الاطفال مجرد ما يبلشوا شوي يصيروا واعيين، دائما الامهات انه كل شتويه عم يمرض كل شتويه عم يمرض، فبيلجأوا دائما انه يشيلوا اللوز عند الاطفال، بيقولوا انه هيك يمكن اختصرنا نص الوجع ونص الالم عند الاطفال. تماما، وبيبلش واختصرنا كمان وجع الاذن الوسطى. هذا الشيء شو مدى الصحه وشو مدى الغلط فيه؟ لا، موضوع استئصال اللوزات له استطوابات طبيه واضحه، ما لها علاقة بالرشوح المتكررة نهائيا. الطفل تحت عمر 5 سنوات بتعرض للإصابات الرشحية من 5 ل8 مرات أحيانا خلال العام كله، وهذا أمر طبيعي لأنه لسه الجهاز المناعي عنده عم يتشكل، وكل ما تعرض لفيروس رشحي جديد فهو لح ينصاب بالرشح قولا واحدا. استئصال اللوزات ما لح يفيد نهائيا بهذا الموضوع. استطوابات الثانية لاستئصال اللوزات موضوع ثاني، بس بشكل مختصر إذا يعني كان هو ممكن يأثر على الإذن الوسطى فقط إذا كان عندي لوزات كبيرة جدا وضاغطة على نفير أوستاش، أو أن اللوزات فعلا عم تتقيح بشكل متكرر فعم تساعد على التهاب الأذن بشكل يعني دائم. هون صار في عنا استطواب لاستئصال اللوزات، أما الرشوح المتكررة ليس لها علاقة باللوزات. تمام نعم.
يعني نصائح متعددة قدمت لنا إياها اليوم دكتور، بنتمنى كل السيدات يكونوا استفادوا والأمهات، نشكر وجودك معنا، شكرا لك. بتشكركم وبتشكر استضافتكم، وبتمنى أنه قدمنا شيء سهل وبسيط أكيد بعيد عن التعقيدات الطبية. أكيد شكرا كثير دكتور، نتمنى الصحة والسلامة أكيد لكل الأطفال، والأمهات أكيد يكونوا على قدر من الوعي، يمكن وأي مؤشر بسيط يلجأوا للطبيب. أكيد أكيد أكيد، نحن يعني بننصح دائما أي شيء ما بيريح الأم تسأل، تسأل الطبيب، تسأل طبيب الطفل اللي هو متابع لحالته أو أي طبيب تاني، ولا تلجأ ل يعني خلينا نقول خبرات الأصدقاء والناس اللي قدامنا، لأنه والله أحيانا بيكون في تأخر بالمراجعة الطبيب، أحيانا طبعا هذا الشيء مو دائم، بس تأخير العلاج وتأخير كشف الحالة كتير بيأثر على العلاج وبيصعب حتى العلاج. تمام، شكرا لك دكتور. شكرا.